بالنسبة للقوات الأمريكية، سمعنا أحاديثا كثيرة بأن من الممكن لو زاد عدم الاستقرار في العراق القوات الأمريكية ممكن أو الولايات المتحدة ممكن أن ترسل قوات أمريكية إضافية لحلف الناتو. هل هذا السيناريو ممكن أن يحدث في حالة وجود ضربات وهجمات من قبل الميليشيات بشكل مستمر في الداخل العراقي؟ لن أدخل في فرضيات، ما يهمنا هو ذات سيادة العراق وقدرة قوات الأمن العراقية على مواجهة التحديات الأمنية. فنحن نواصل الشراكة العسكرية بيننا وبين الحكومة العراقية في إطار تحالف الدولي في العراق الآن. طيب، كيف تنظرون إلى حكومة السيد الكاظمي الآن في ظل أن السيد الكاظمي يبحث عن مسك العصا من الوسط وأن لا يكون جبهة لدول في مواجهة دول أخرى؟ هل تعتقدون بأن هل تدعمون أولا هذه السياسة أم أن هنالك وجهات نظر معينة أخرى قد تطرحها واشنطن على الحكومة العراقية من أجل تحسين الوضع الداخلي في العراق؟ ما يهمنا هو قدرة الحكومة العراقية على تلبية احتياجات الشعب العراقي. لن أدخل في تفاصيل السياسة الداخلية. ما يهمنا هو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجذرية المطلوبة من قبل الشعب العراقي كي يكون العراق قادر على مواجهة عدة تحديات، سواء كان جائحة كورونا أو الأزمة الاقتصادية أو التحديات الأمنية. هل أنتم قلقون من الحراك الشعبي والتظاهرات والوضع الداخلي العراقي؟ هل هنالك قلق مما يحدث في العراق بشكل عام من حراك شعبي؟ مثل ما رأينا في 2019، خرج الشعب العراقي احتجاجاً ضد الفساد وضد سوء إدارة الموارد العراقية. فنحن نركز على دعم السلطات العراقية في سعيهم لتحقيق مطالب الشعب العراقي. طيب، الآن يعني في سؤال مهم جدا، يعني هل برأيكم الآن الوضع مع إيران في ظل هذه الظروف المعقدة، هل تعتقدون بأنها ستزيد من التشنج في منطقة الشرق الأوسط إذا ما طالت، إذا كانت على مستوى اليمن أو مستوى السعودية أو حتى وجهة نظر إسرائيل تجاه إيران؟ هل تعتقدون إذا ما طال الأمر ممكن أن يخلق تشنجا معينا في الشرق الأوسط بشكل أكبر؟ لا يخفى على أحد أنه التدخل الإيراني في المنطقة وكافة أنحاء العالم، هذا التدخل يفاقم العزمات السياسية والأمنية في العراق، في اليمن، في لبنان وغيرها من الدول. لذلك تتعاون الولايات المتحدة مع دول المنطقة لحد من هذا التدخل المزعزع للاستقرار، بالإضافة إلى السعي إلى إبرام اتفاق جديد مع إيران يشمل جميع هذه الأنشطة الإيرانية المزعزة للاستقرار في المنطقة.